بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في الوقف والوصايا، ولعلنا نختمها في هذه الليلة. قلنا الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والوصية هي التبرع بعد الموت، ولكل من الوقف والوصية ضوابط شرعية يجب أن نلم بها وأن نكون على علم ودراية. الوقف أيها الأحباب عقد لازم. إذا قلت هذا الكتاب وقف، ليس من حقي بيعه، وليس من حقي يعني التبرع به، وليس من حق الورثة أن يستفيدوا منه أو يتملكوه أو يرثوه، وإنما هو لمن وقف له. الوقف عقد لازم، بينما الوصية عقد جائز، وهو موضوع اليوم. أقول هذا الكتاب بعد وفاتي لفلان، ثم يبدو لي أن فلانا شخصا آخر أولى منه، فأقول هو لفلان الثاني، هو لفلان الثالث، ويستمر تحديدي وتعييني إلى الموت. فإذا حصل الموت لازم الوقف، التبرع بعد الموت. الوقف قلنا عباراته صريحة وكناية. الصريحة وقفت وحبست وسبلت، والكناية تصدقت وحرمت وعبدت. وتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. والوقف ينعقد بالقول هذا وقف، وبالفعل الدال عليه. بنيت مسجد وقلت فضلوا صلوا، بنيت مقبرة وقلت تعالوا دفنوا موتاكم، بالقول وبالفعل الدال عليه. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. الوقف أيها الأحباب من الأمور التي فيها الأجر العظيم والثواب الوافر والتجارة الرابحة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عن جابر وعن والده، يقول جابر بن عبد الله: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة يعني مقدرة، إلا ترك وقفة، يعني عنده إمكانيات. عنده دارين يجعل واحدة وقف، عنده بستانين يجعل واحد وقف، عنده أرض يجعلها وقف، مقبرة ولا محل تجمع ناس، ولا ناس يعني للاحتفالات، ولا للمهرجانات، ولا كذا إلى آخره. ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جدة إلا ترك وقفة. وعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، خيبر نعرفها قريبة من تبعنا عن المدينة، قرابة 140 كيلو أو 150 كيلو. وتقول أم المؤمنين عائشة: ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتح الله على المسلمين خيبر. خيبر فيها نخيل وفيها مياه وعيون. يقول يعني عمر رضي الله عنه: أصبت أرضا بخيبر وهي من أنفس ما تملك،
فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عليه الصلاة والسلام أن يحبس أصلها. الأصل محبس، ما يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن يسبل المنفعة. التمر لك ولأولادك ولضيوفك وللمعوزين وللأقارب وللأرامل وللمحتاجين، ويسبل ريعها غلتها. ففعل ذلك. والوصية سعد رضي الله عنه فاتح القادسية خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: جاءني عليه الصلاة والسلام عائدا من مرض ألم بي أو شكت معه على الهلاك، فقلت: يا رسول الله، إن عندي مال كثير وليس لي إلا بنية بنت واحدة، أفأتصدق به؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أتصدق بالثلثين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أتصدق بالشطر، يعني بالنصف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بالثلث. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: رضيت بما رضي به المولى لنفسه سبحانه وتعالى. فإذا أوصى الإنسان بالثلث أو الربع أو الخمس أو السدس، أو يعني على حسب كثرة المال وقلته وحسب وجود الورثة وإمكانياتهم، فهو على خير إن شاء الله. أما ما زاد على الثلث فلا بد من استئذان الورثة، ليس في كل الوصية وإنما في الزيادة عن الثلث. الثلث فأقل لا نستأذن من أحد، راضوا أو لم يرضوا، وافقوا أو لم يوافقوا، ننفذ إذا كانت الوصية الثلث. إذا كانت بأكثر من الثلث فنستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، نستأذن الزوجة لأن الزوجة ترث إما الربع إما الربع وإما الثمن، نستأذن الأب لأن الأب يمكن السدس، يمكن جميع المال، يمكن السدس وما أبقت الفروض، الأم يمكن الثلث ويمكن السدس ويمكن ثلث الباقي، نستأذنهم. فإن أذنوا يعني وافقنا على الزيادة، وإن لم يأذنوا اقتصرنا على الثلث. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، قلنا الوصية لا تكون لوارث، لأن الوارث له حصته الإرثية. جاء قال: أنا أب، قد نقول لك كل المال. جاءت قالت: أنا زوجة، نقول لك الربع أو الثمن. جاءت قالت: أنا أم، نقول لك الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، وهكذا. فالورثة لهم نصيبهم من التركة، فلا وصية لوارث، نقول إلا إذا وافق الورثة. إذا نظر الأب إلى أن أحد أولاده أو إحدى بناته بحاجة وأوصى لها بشيء ليس تفضيلا وإنما لظروفها الخاصة ولإمكانياتها، ولأنها قد تكون أم لأيتام وليس هناك من يعولهم، فجعل لهم شيئا، يعني هم غير وارثين أولاد البنت غير، لكن جعل لأمهم، وإلا لو أوصى للأولاد لا إشكال في ذلك ولا غموض. فنقول أيها الأحباب في درسنا اليوم بأن الوصية عقد جائز. ومعنى عقد جائز أني أوصي لفلان، بعدين بكرة يبدو لي أجعلها لآخر، بعدين بعد يومين يبدو لي أجعلها لثالث، أجعلها لرابع، أجعلها عقد جائز ولا يثبت إلا بالموت. بينما الوقف، لو ذهبت الصباح مثلا للمحكمة وسجلت قلت الدار هذه وقف، وبعدين وأنا خارج من المحكمة لا أحسن أبدل غيرها، لا ما في. الوقف عقد لازم من حين ما يقول الإنسان هذا وقف يثبت. بينما الوصية هو بالخيار، اليوم أوصى بهذه الدار، بعد شهر أو شهرين أوصى بغيرها، بعد 3 أشهر أوصى بثالثة، ولا يثبت إلا إذا قيل فلان قد مات،
فإذا مات لزمت الوصية، وأما ما دام على قيد الحياة فإن له أن يعدل أو يبدل على حسب ظروفه وإمكانياته. ودراستنا الآن في موضوع الرجوع في الوصية، متى يحق للإنسان أن يرجع في وصيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: باب الرجوع في الوصية. باب يقول باب، وأحيانا يقول فصل. قال: كتاب الوقف. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وحينما قال الوصايا، الوصية هي تبرع الإنسان ما بعد الموت لا قبله. وحينما يقول فصل، وكثيرا ما يقول هنا فصل، وإن قال هو تركتي هل يعتبر رجوع؟ فإذا قال فصل فهو أراد أن يسهل على طالب العلم دراسة هذه الفصول، لأنه لو جاء الكلام دفعة واحدة ربما أشكل على طالب العلم، فإذا جزعه إلى فقرات وإلى مسائل يكون أسهل في دراستها وفي تتبعها وفي الوقوف على أبعادها. فقال هنا: باب الرجوع في الوصية. فلان من الناس وصى، ثم بدا له وصى في بيت في المدينة في طيبة الطيبة يكون سكنا للزوار، ثم بدا له أن يجعله في مكة ليكون سكنا للحجاج والمعتمرين، ثم بدا له أن يجعله في مكان آخر لأنه أكثر استثمارا، فيوصي لو كل يوم أراد أن يستحدث وصية، فالتي يثبت منها هي ما كان بعد الموت. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية لأنها عطية لم تزل الملك. عطية لم تزل الملك. الآن شوف يا شيخ عبد الله، عطية لم تزل الملك. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف أزال الملك. أنا الآن عندي دار مثلا في العوالي، وقفتها واستخرجت صك، بعدين رحت للمكتب العقاري قلت أنا ببيع الدار هذه، يقدر صاحب المكتب يبيعها؟ يقدر الدلال يبيعها؟ لا. أقدر أنا أبيعها؟ لا. أزالت الملك، الوقف أزال الملك. بدل ما يكون ملك أتصرف وأهد البيت وأجعله بدل 3 أدوار أجعله 4 ولا 5، أستطيع نعم، لكن يعني إذا كان ملكي، لكن إذا كان وقف لا يمكن إلا بإذن من الحاكم الشرعي. فأزال الملك. من أول نقول هذا ملك فلان، والآن وش نقول؟ نقول هذا وقف فلان، هذا وقف فلان. الآن نحن طالعين مع الباب هنا ولا الباب الثاني، نشوف لوحة كبيرة وقف الملك عبد العزيز رحمه الله، وقف ما حد يقدر يبيعه، وإنما يستثمر، وتكون استثماره وغلته في الوجوه الشرعية المحددة. نعم. وأما الوصية فإنه يقدر يعدل ويبدل، لأن الوصية لا تزيل الملك. يعني أنا الآن عندي عمارة في العزيزية وقلت هذه وصية لمن؟ لحجاج بيت الله الحرام يسكنون فيها، ثم بدا لي أن أبحث عن مكان قريب من الحرم عشان ما يحتاجون سيارات ولا يحتاجون وسيلة نقل، فاشتريتها وقلت هذه وصية للحجاج والمعتمرين، يصح ذلك، لأن الوصية لا تزيل الملك، بل الملك باق ولا تنتهي علاقة الموصي إلا إذا مات. نعم. فجاز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه، ويجوز الرجوع فيها بالقول. يجوز الرجوع بها بالقول. قلت ترى الوصية، أنا وصيت في دار في العزيزية، أقول عدلت عن ذلك بالقول. نعم. ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف. والتصرف، أنا عندي دار في العزيزية أريد أبيعها، طيب
أنت جعلتها وصية؟ قلت نعم أنا جعلتها وصية لكن أريد أبيعها. فيجوز الرجوع فيها بالقول عدلت وبالتصرف ببيعها أو هبتها أو غير ذلك من أنواع نقل الملكية. نعم. لأنه فسخ عقد قبل تمامه. لأنه فسخ العقد أو فسخ لعقد قبل تمامه. متى تمامه يا شيخ علي؟ بعد الموت. أحسنت، جواب مسدد. شيخ علي أجاب جوابا مسددا، لأنه فسخ لعقد قبل تمامه. يسألنا إنسان متى يتم؟ يتم إذا قيل فلان قد مات. نعم. فجاز بالقول والتصرف. فجاز بالقول يعني عدلت عن الوصية، وبالتصرف يعني إذا باعها أو جعلها يعني أمرا آخر. نعم. كفسخ البيع في الخيار. طيب كالفسخ أو كفسخ البيع، كفسخ البيع في الخيار. يا شيخ عثمان، شيخ عثمان يا بني، يقول كفسخ البيع في الخيار. نعم. إيش معناها كفسخ البيع في الخيار؟ جوابه غلط. يقول أنا ما أدري وش تقول، لكن الشيخ بكاي يقول أخطأ في الجواب. نعم. تنازل؟ شلون تنازل؟ يحيل الجواب إلى غير. دكتور خالد اقرأ العبارة يا بني واشرحها لي. كفسخ البيع في الخيار. أي أول الجواب الشيخ بكاي يطأطئ برأسه علامة الموافقة، ثم بعد ذلك التفت يمينا وشمالا علامة عدم الموافقة. يعني بعضه صح وبعضه غلط. شيخ عبد الله نعم. أنت سمعت جواب ووعيته، جواب صح ولا غلط؟ جواب الشيخ عبد الله صح ولا غلط؟ التعبير ولا الجواب صحيح؟ أي لكن كلام إذا صحيح ولا لا؟ هل تستفيد منه أنه صحيح ولا لا؟ أو ما تستفيد؟ يعني أنت عبرت لنا عن كلامه، هل هو صحيح ولا خطأ؟ في صحيح وفي خطأ. طيب عبر عندي يا شيخ علي، اقرأ العبارة. كفسخ البيع في الخيار. هو يعني أجاب جوابا صحيح لكن مع التعبير أيضا يعني نطقه غير. الآن المسألة أيها الأحبة، يقول أوصى ثم بعد ذلك عدل عن الوصية كفسخ البيع في مدة الخيار، بمعنى أني أوصيت، أنا قلت الدار هذه اللي في العزيزية وصية، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يعني قبل الوفاة عدلت عن ذلك، فهذا من حقي، كما يكون للإنسان الحق في فسخ البيع مدة الخيار. أنا بعت الدار واشترطت على المشتري أني بالخيار إلى صلاة الجمعة، كذا بالخيار إلى صلاة الجمعة، غدا الخميس تبين لي أن البيع ليس في صالحي، قابلني الرجل قال تم البيع، قلت له لا خلاص عدلنا، فمن حق ولا يلزمني لأن لي الحق في التفكير وفي التريث إلى وقت كذا، وهذا يسمى خيار الشرط، كفسخ البيع في الخيار، ولا يستطيع أحد أن يلومني على عدولي. فإذا أوصى الإنسان وبدا له أن يغير الوصية أو أن يبدلها أو أن يوصي يغير من أوصى له، كان له ذلك قبل الموت وبعد الموت تلزم، كما أن الإنسان إذا باع سلعة واشترط وقتا للخيار فهو بالخيار إلى تمام المدة، كذا شيخ علي؟ نعم. فإن قال رجعت فيها أو فسختها فهو رجوع. إن قال رجعت، طيب قال لنا الرجل رجعت، نقول أنت وصيت بالدار الفلانية؟ قال نعم بس رجعت، أو قال فسختها
يعني فسخت الوصية، فيكون له ذلك ولا أحد يلزمه على ما لا يريد. نعم، لأنه صريح فيه، وإن قال هو حرام علي كان رجوعا، لأنه لا يكون حراما وهو وصية. وإن قال حرام، قلنا مثلا هو أوصى لزيد مثلا من الناس، بعدين قلنا الدار الفلانية أنت عطيتها زيد، قال حرام عليه، فمعناه حرمها عليه، وتحريمها دليل على أنه عادل عما كان مقرر سابق. نعم، وإن قال لوارثي فهو رجوع، لأن ذلك ينافي كونه وصية. فصل. وإن قلنا الدار ذي لمن؟ قال الدار ذي للورثة، فمعنى بينما قبل قال لنا الدار هذه لزيد، بعد فترة من قوله الدار لزيد نقول الدار لمن؟ قال الدار للورثة، معناه أنه رجع عن الوصية ولا يريد أن يحرم الوصية الورثة شيئا من وصيته، والموصى له عدل، والموصى له عدل الموصي عما كان مقررا له. نعم، وإن قال هو تركتي لم يكن رجوعا، لأن الموصى به من تركته. وإن قال وش البيت هذا؟ قال هو تري، يعني مرة قال ما هذا الدار؟ قلنا له، قال لي ورثتي، قلنا هذا رجوع. طيب مرة ثانية ما هذه الدار؟ قال هذه تركتي، فنقول هذا ليس رجوع، لأن الوصية من التركة، لأنه ما يمكن أن يوصي بمال زيد ولا مال عبيد ولا بكر ولا خالد، فإنما يوصي بما ترك. فإذا قال هو لورثتي معناه عدول عن الوصية، وإذا قال هو تركتي فمعناه تركته تكون له إلى الوفاة، وبعد الوفاة تنتقل إلى الموصى له وإلى الورثة، كل على حسب نصيبه. نعم، وإن أوصى به لآخر لم يكن رجوعا، لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصطا للتشريك. وإن قال وصيت به لفلان ما لا، وإن قال ما وصيت به، وإن قال ما وصيت به لفلان فلان فهو لفلان، كان ذلك رجوع، لأنه صرح برده إلى الآخر. أي أنا أقول الكتاب هذا بعد للمهندس أحمد، أوصيت به له، بعدين المهندس أحمد انقطع عنا يومين ثلاثة وقلت يمكنه مشغول، الكتاب الذي وصيت به للشيخ أحمد فهو للشيخ بكاي، فهذا يعتبر رجوع، رجوع عن الوصية. نعم، فصل. وإن باعه أو وهبه أو أعتقه أو وصى ببيعه أو هبته أو عتقه أو كتابته كان رجوعا، لأنه صرفه عن الموصى له. وإن دبره كان رجوعا، لأنه أقوى من الوصية لكون عتقه لكون دبره، يقول بعد وفاته فهو حر. نعم، لكون عتقه يتنجز بالموت. وإن عرضه للبيع أو رهنه كان رجوعا، يعني دار وصى بها ثم بعدين راح المكتب عقاري قال عندنا الدار الفلانية بنبيعه، كيف تبيعه وانت موصي فلان؟ معناه النوم، نفهم من هذا أنك رجعت عن الوصية، ومن حقه أن يرجع عن الوصية ما دام على قيد الحياة. نعم، كان رجوعا لأنه عرضه لزوال ملكه. وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه آخر أنه ليس برجوع، لأنه لم يخرجه عن ملكه. فصل. وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا، لأن الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود. وإن زوجه أو أجره أو علمه صناعة لم يكن رجوعا، لأنه لا ينافي الوصية به. وإن وطئ جارية لم يكن رجوعا، لأنه استيفاء للمنفعة، والشيء الموصى به يصح أن ينتفع به. نعم،
لأنه استيفاء منفعة أشبه الاستخدام. وإن غسل الثوب وإذا ولدت تعتبر أم ولد وهي تعتق بالموت. أم الولد الجارية يواقعها سيدها وقت ما كان هناك جواري، فإذا حملت بما فيه خلق إنسان انتقلت من الرق إلى الحرية وتعتبر أم ولد. إذا ولدت ما فيه خلق إنسان سواء كان حي أو ميت. نعم. وإن غسل الثوب أو لبسه أو جصص الدار أو سكنها لم يكن رجوعا. إذا ثوب يعني في شيء من الوسخ اغسله، أو جصصه، أو قطعة قماش شخاطها، أو الدار جاب صباغ وقلب اكتدينا تعطيه وجه بويا وهكذا. نعم. لم يكن رجوعا لأنه لا يزيل الاسم ولا يدل على الرجوع. وإن جحد الوصية لم يكن رجوعا لأنه عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقود. ويحتمل أن يكون رجوعا لأنه يدل على إرادة الرجوع. فصل. وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا. نعم. لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه. لأنه جعله على صفة لا يمكن يعني مثلا بر خلطه مع شعير فلا يمكن، بر خلطه مع ذرة، بر خلطه مع دخن، ولا نقدر نصفي هذا عن هذا. لكن يقول هذه المسألة محل خلاف، وإذا عرضت على قاضي اجتهد فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. وقال أبو الخطاب ليس برجوع. وإن وصى بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا، لأنه كان مشاعا ولم يزل فهو باق على صفته. وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنها أو بدقيق فخبز أو بخبز فثرد أو جعله فتيتا أو بشات فذبحها أو بثوب فقطعه قميصا أو بخشب فنجره باب، جعله باب ولا دريشة. نعم. أو بقطن فغزله جعله بساط ولا جعله سجادة. نعم. أو بغزل فنسج كان رجوعا، لأنه أزال اسمه وهيأه للانتفاع به. وقال أبو الخطاب ليس برجوع. وقلنا إن الكتاب غالبا ما يذكر روايتين، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في طلب العلم، وإذا أحيلت أي من هذه القضايا إلى أحدهم وهو قاض أعمل فيها ما يرى به براءة الذمة، فلذلك قال كذا. ثم جاب الرأي الثاني وقال أبو الخطاب خلاف القول الأول. نعم. وقال أبو الخطاب ليس برجوع لأنه لا يمنع التسليم، أشبه غسل الثوب. وإن وصى له بقطن ثم حشى به فراشا أو بمسامير فسمر بها بابا أو بحجر فبناه في حائط كان رجوعا، لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. وإن وصى له بعنب فجعله زبيبا ففيه وجهان. أحده العنب لو جعله زبيب ففيه وجه، لأنه إذا قلنا إنه رجوع معناه غيره من عنب إلى زبيب، وإذا قلنا إنه ليس رجوع لأنه جعله على حالة تبقى، لأن العنب يبقى فترة أيام يوم يومين ثلاث إذا كان بثلاج يخرج، بينما الزبيب يقعد سنوات وهو على ما هو عليه. نعم. وإن وصى له بعنب فجعله زبيبا ففيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه أزال اسمه، والثاني ليس برجوع لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. نعم. وإن وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا. نعم. في أحد الوجهين وفي الآخر لا يكون رجوعا. يعني قولين. وقلت غير مرة بأن هذا الكتاب وهو كتاب الكافية الذي بأيدينا لابن قدامة رحمه الله يذكر روايتين أو أكثر،
وقد ألف ابن قدامة رحمه الله 4 كتب. الكتاب الأول العمدة لطلبة العلم المبتدئين، ثم المقنع لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في طلب العلم، ثم الكافي وهو كتابنا هذا، ثم الكتاب الرابع والأخير وهو المغني لطلبة العلم المتمكنين من البحث والدراسة. نعم. وفي الآخر لا يكون رجوعا بناء على ما إذا طحن الحنطة وإن انهدمت بنفسها، فكذلك إذا زال اسمها، وإن لم يزل اسمها فالوصية له ثابتة فيما بقي وفي من فصل وجهان. فصل. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في يوم الأحد القادم. أما في يوم غد فقراءتنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية في كتاب زاد المعاد، زاد المعاد. ثم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا ونقرأ الآن ما قدمه الإخوة الأكارم من أسئلة نتناقش بها لنستفيد منها جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحد الإخوة الأكارم: هل يمكن أن يجتمع الابن مع والديه في البرزخ إذا كان قبره بجوار قبريهما، وهل يشعران به؟ نقول: كثير من طلبة العلم يحرص أن يكون أقاربه في مكان متقارب، وذلك تسهيلاً عليه لزيارتهما، فإذا جاء وسلم على أبيه وسلم على أمه وسلم على إخوانه وأخواته فذلك فيه راحة له، بينما إذا كان هذا في أول المقبرة وذاك في آخرها وهذا في الشمال وهذا في الجنوب في عنه. وأما اجتماعهم في البرزخ فهذا بإرادة الله عز وجل، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن كون طلبة العلم أو بعضهم يحرصون أن يكون تكون القبور بجوارها لأنه أسهل لزيارتهم والدعاء لهم والترحم عليهم. وإذا وقد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يجعل الجميع من الأولاد الصالحين الداعين لآبائهم وأمهاتهم بالرحمة والرضوان. يقول: ما هو أفضل الأعمال التي يقدمها الولد لوالديه وقد قدم إلى رحمة الله؟ نقول: الأعمال كثيرة، منها الدعاء لهما والترحم عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. ذكرنا قصة يرويها عبد الله بن دينار رحمه الله، يقول عن عبد الله بن عمر: وكان قد جاء من المدينة إلى مكة للعمرة، وكان معه ركب وعنده حمار يعني يرتاح لركوبه بعض الشيء فإذا مل من ركوب البعير، فجاءه أعرابي فتعرف عليه عبد الله بن عمر، قال: أنت فلان؟ قال: نعم. فما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلا أن نزل عن الحمار وأمر الأعرابي أن يركب، وكان على رأس عمامة فنزعها وجعلها على رأس الأعرابي، فقال له أصحابه: يرحمك الله، إنهم أعراب ويرضون باليسير، يعني أنت نزلت من الحمار وخليته يركب بذلك وأخذت العمامة وحطيت على رأس الأعرابي فهم يرضون باليسير وأنت أكثرت. فقال: إني فعلت هذا لأن أبا هذا، يعني والده، ودا لعمر، يعني أبوه صديق لأبي، ففعل هذا برا بوالده رضي الله عنه. فنقول: الأعمال كثيرة، يمكن أنه يفطر الصائمين ويجعل الثواب لوالديه، يمكن أنه يعتمر ويجعل الثواب لوالديه، يمكن أنه يقرأ القرآن ويدعو لوالديه، وهكذا. يسأل أحد الإخوان يقول: الكتب،
نقول أعظم الكتب كتاب الله عز وجل، وأعظم الأحاديث حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا. ثم بعد ذلك يختار الإنسان من كتب السلف الصالح في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي السيرة، ويستفيد منها ويكون معه من بلده من الأخيار من يعينه على المذاكرة والحفظ والاستفادة. يقول أحد الأحبة، يقول إن في شخص جعل مكان غرفة في الدور الأرضي في العمارة وجعلها مصلى يصلي فيه الساكنين من الحجاج والمعتمرين، ثم بدا له أن يستغلها في أمر آخر. نقول لا حرج في ذلك، لأنه لم يقل مسجد، لأنه لو قال مسجد أوقفها مسجد فالمسجد لا يؤجر، وإنما مصلى، والإنسان يصلي في أي مكان من بيته أو من بيت أخي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فرق بين أن يقول هذا مسجد أو يقول هذا مصلى، فرق بينهما. يقول السائل الكريم، يقول هناك من يعتقد أنه إذا لم يبني مسجد لوحده لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطعات بنى الله له بيتا في الجنة، وأكثر يعتقد أو يعتقدها الناس أن الوقف لا يكون إلا في المساجد، بينما هناك دور لا، الوقف يكون في أي مشروع خيري، الوقف يكون في أي مشروع خيري، ويكون في وسائل البر والإحسان والعمل الصائب إن شاء الله لعباد الله، والأجر على قدر النية. إذا قال هذا وقف ونفع الله به، أنا أذكر جاني جماعة هنا قالوا عندنا في ديارنا مزارع وجعلت وقف، لمن؟ قلت لمن؟ قالوا لي حمام الحرم، الحمام وبالساحات جعلوا الوقف لها لأجل يكون مزارع وغلة الزراعة ترسل لحمام الحرم. فالإنسان يؤجر على قدر نيته إن شاء الله. يقول ما معنى إن أحد الإخوة لك، ما معنى إن الصرف بيع؟ مثلا لو طلب مني شخص وأنا في المسجد الحرام أن أصرف له عملة 100 ريال إلى عشرات، نقول إذا كانت هذه العملية يعني صرف أخذ وعطاء وكذا، فهذا المسجد لا يعمل فيه هذا، إنما بيوت الله بنيت للذكر وليست للبيع والاتجار. لكن لو أحد الإخوان مثلا أعطيته 100 وأخرج من جيبه المبالغ أعطاك إياه بدون صرف وبدون شيء وقضى كل حاجة صاحبه، فلا حرج في ذلك. وإذا قلنا صرف مثل ما يصرفون الناس يأخذون مثلا عمولة على الفرق وكذا، نقول لا يجوز. يقول السائل الكريم، هل يجوز لشخص أن يشتري تمرا بمبلغ 20,000 ريال في شهر رمضان ليوزعها بالمسجد الحرام يوميا وذلك من الزكاة؟ نقول لا، لأنه قد تعطى هذه التمور لأناس ليسوا من أهل الزكاة. الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه، لكن يمكن من الصدقات أن يشتري تمرا ويهديه على الأغنياء ويستفيد منه الفقراء في بيت الله الحرام. يقول السائل الكريم، أني قلت إن هذه المساحة سأعملها مسجد، هل يعتبر ذلك وقف أو وصية؟ هذا ليس يعني إذا كان في تفكير الإنسان، إن تيسرت الأمور، إن تهيعت الأسباب، إن وجد ما كان يعني وتذللت الصعاب، فهو أضمر الخير ونواه. لكن لو قال هذه وقف لبناء مسجد، نقول لازمت. يقول أخ كريم، يقول أنا الحمد لله أكملت العمرة لنفسي، هل يجوز أن أعتمر لأخي وقد توفي رحمه الله؟ نقول نعم، يجوز أن تعتمر له وأنت في مكة، والمكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيته، فيمكنك أن تذهب إلى التنعيم وتنوي العمرة عن أخيك، ونسأل الله القبول.
هذا أحد الإخوة يسأل عن التيمم ويسأل عن المسح على الخفين. المسح على الخفين له ضوابط: أن تكون الخف طاهرة مباحة تثبت بنفسها من خف أو جورب صفيق، وأن تكون ساترة للمفروض، وأن يلبسها على كمال الطهارة. وأما التيمم فهو الضرب بيديه أو بكفيه على براحتيه وبطن يده على التراب، ثم يمسح ويمسح يديه براحتيه، وهو ضربة واحدة. أما على السجاد أو على الرخام أو على الجدار فلا، وإنما يكون على التراب الطاهر المباح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.